نبيل الرأفة. أحمد دكتور عايدة علام عايزة تقول كلمة. أهلا وسهلا اتفضل دكتور عايدة علام اتفضل. زميلة نجلة مساء الخير. الحقيقة أنا يعني سعدت جدا باللقطات الجميلة اللي احنا شاهدناها النهاردة, وفي كل لحظة أنا حاسة إن نجلاء معانا وفي وسطنا وستظل بيننا فعلا, كانت صديقة عزيزة جدا. وأنا جاي النهاردة في الحقيقة وعايزة أقول كلمة حب وعرفان للصديقة الحبيبة المبدعة الفنانة نجلاء, لأن يعني مشوار حياتها وإبداعها حقيقي كان مشوار طويل جميل, رحلة جميلة, وكان بداية تعرفي بيها معرفة قريبة كانت من خلال ورشة أقامتها الثقافة الجماهيرية لتعليم كيفية عمل عروسة, فكانت يعني فترة جميلة جدا اتعلمت على ايديها, وده يعني عرفان مني لنجلاء لان هي اللي حببتني في عالم العروسة. وانا اتفق تماما مع الدكتور هشام انه اطلق عليها ام العروسة, فعلا نجلاء هي ام العروسة المصرية, هي اللي ابدعت ملامح عروسة مصرية صميمة من واقع المجتمع المصري, وعشان كده كل شخصياتها العرائسية احنا حاسين انها ابنائنا اخواتنا ابناء جيراننا, ملامحهم نبع من تربة الارض المصرية, وعشان كده انا بناشد وبدعو من هذا المكان الجميل مسرح العرايس الاستاذ الفنان المبدع استاذ ياسين العزبي, ويا ريت كلنا نقف جنب المشروع اللي انا بنادي بيه وهو انشاء مركز باسم نجلاء رأفت لتعليم و يعني تكمله المشوار اللي هيستمر وسيستمر من خلال محبي هذا الفن. فاتمنى فعلا كل المؤسسات تقف وتتكاتف لانشاء هذا المركز في هذا المسرح الجميل مسرح العرائس لتعليم الاجيال الحاليه والاجيال القادمه حب فن العروسه. شكرا جزيلا. احب اقدم لكم ابطال لاول مره يطلعوا على المسرح وهم مدرسه العرايس, وبعدين اعضاء المسرح الفنان محمد شبراوي, الفنان عبد الحميد حسين, الفنان مختار إمام, الفنان نديم شوقي, الفنان عادل مصطفى, الفنان من المدرسة ساعدني وقف معايا جامد قوي وكان ايده مع ايدي الفنان محمد لبيب. الفنانة نهاد شاكر. الفنانة مروة مبارك. الفنانة مروة عبد الله. الفنان اللي لسه ما دخلش مدرسه العرايس لكن حب العرايس من ماما نجله من هنا الفنان يوسف هشام. يا من ابناء ماما نجله اللي ماشيين على ضربها وتعلموا منها الفنان فهد.
فوزي ميخائيل. والفنان حسام حسامين. والفنان هاني عز الدين. مع فنان القدير بتاريخ نجلة وعارف كل حاجة عنها الفنان محمد مغربي. اشتغل معانا بس في الخفا ولكن وجوده كلها معانا الفنان حسام الشربيني.